السلام عليكم، مرحبا بكم معايا على قناة وصفات أم آدم وكريم. كنتمنكم يا ربي تكونوا في تمام الصحة والعافية وانتم كتشاهدوا هاد الفيديو. فاليوم غدا نحضر معكم واحد الفطيرة هكا بحشوة مالحة اللي ساهلة وبسيطة، ما كتاخدش لكم بزاف ديال الوقت، ما غدا نحتاجوا لا أنكم تعجنوا ولا أنكم تدلكوا. تحضروها هكا كفكرة سريعة للغداء أو للعشاء أو كذلك حتى في الكوتي مع شي بريد ديال الأتاير، هكا تجي خفيفة وكتجي رطبة بزاف، كتجي بحال شي بريوش هكا مالح. فكنتمنى ان شاء الله اقتراح اليوم ينال اعجابكم. ما نطولش عليكم اكثر، ندوز معكم مباشره للمقادير وطريقه التحضير. فبسم الله على بركه الله، غادي نبداو اول حاجه في تحضير الحشوه. باش نخليوها على جنب كتبرد، فواحد المقلاه وضعت جوج حبات ديال البصل متوسطين، عفوا ان شاء الله تهم رقاقين، مع حبه ديال الفلفل الاحمر، قطعتها مربعات صغار، وحبه ديال الجزر كبيره حكيتها بالحكاكه الغليظه. ضفت عليهم خليط ما بين زيت الزيتون وزيت ديال المائده وملعقه صغيره ديال الملحه. تقدروا تضيفوا كذلك حتى القرعه اولا الكورجيت هكا كتحكوها في الحكاكه الغليظه اولا الفلافل الملونه. المهم كتشحروا ديك الخضيره ديالكم حتى كتنزل مزيان وتتبال. وغادي نضيف ليها زوج علب ديال الطونه اللي تيكونوا في الزيت، فصفيتهم شويه من ديك الزيت اللي كانت فيهم. وغادي نضيف ليها كذلك شويه ديال الزيتون الاخضر مقطع هكا دوائر. بالنسبه للتوابل فدرت شويه ديال الثوم بودره، شويه ديال الفلفل الاسود اولا الابزار، وهنايا شويه ديال الكمون تقريبا واحد نص معلقه صغيره، وملعقه صغيره ديال البابريكا اولا التحميره، وكذلك ملعقه صغيره ديال الهريسه اللي كتبقى اختياريه. صافي هادو هما التوابل اللي غادي نستعملو. غادي نحرك مزيان ديك الحشوه ديالي هكا مزيان، ونفتت هذاك الطون باش ما يبقاش ليا هكا صحيح، والعناصر كلها كتنسجم مع بعضها، ونخلي الحشوه ديالي هكا كتشحر واحد شويه تقريبا واحد المده ديال 8 ديال الدقائق. فصافي من بعد ما كتوجد لي الحشوه، فما كتاخذش لكم بزاف ديال الوقت لانه ما فيهاش نوع ديال اللحوم اللي كياخذ الوقت في الطياب. كنضيف ليها ملعقه كبيره ديال المعدنوس وقزبر هكا مقطعين رقاقين، كنخليهم هما اخر اضافه باش كتبقى ديك النسمه ديالتهم باينه في الحشوه. صافي هنايا وغادي نطفي على الحشوه ديالي، وغادي نضيف ليها ملعقه كبيره ديال هاد الجبن. هذا تستعملوا اي نوع ديال الجبن متوفر عندكم، انا هنا غنستعمل هذا اللي بالاعشاب وبالثومه. بالنسبه للاخوات اللي في ايطاليا راه تيكون في الليدل، تيكون عندهم بزاف ديال الانواع، يعني بالثومه بالاعشاب بالزيتون بزاف ديال الانواع. ثم تعوضوه باي نوع ديال الجبن متوفر عندكم، فيلادلفيا اولا جبلي. اهم حاجه يعني تضيفوا هذا المكون هذا لانه كيخلي الحشوه ديالكم كتجي رائعه وكتجي كريميه، ما تتبقاش هكا ناشفه وكتجي بنينه بزاف. صافي تنخلطها هكا مزيان ونخليها على جنب كتبرد. ودابا غادا نحضر معكم خليط الفطيره، ولا غادا نحتاج ليه الكاس ديال الحليب، دائما العبار بالكاس ديال 200 مللتر ونصف كاس ديال الماء. بطبيعه الحال بزوج خاصهم يكون دافين، يعني في المجموع ديال السوائل فانا درت 300 مللتر، 200 ديال الحليب و100 مللتر ديال الماء. تنضيف ليهم ملعقه كبيره ديال الخميره حبيبات، وملعقه كبيره ديال السكر سنيده اولا السكر حبيبات. تنخلط ديك الخميره شويه بالطراب اليدوي حتى كتذوب، ونغطي على الخليط ديالي ونخلي ديك الخميره كتفاعل. من بعد ما كتفعل ديك الخميره غادي نضيف ليها باقي المكونات، واللي هي زوج حبات ديال البيض. بطبيعه الحال يكونوا بدرجه حراره المطبخ، ما تجبدوهمش من الثلاجه وتستعملوهم لان كيكونوا باردين بزاف غيأثروا لكم على الخميره. وغادي نضيف 4 ملاعق كبيره ديال زيت الزيتون، تقدروا تعوضوها بزيت المائده لكن كنصحكم ديروا زيت الزيتون باش كتجيكم هذه الفطيره هذه بنينه. كنضيف واحد الرشه ديال الفلفل الاسود ولا الابزار، شويه ديال الثوم بودره، وتقريبا هنا واحد الملعقه صغيره ديال الزعتر. ممكن تنسموا هذه الفطيره باي نوع ديال الاعشاب بغيتوا، سواء المعدنوس اولا الزعتران، المهم اللي بغيتوا نتوما استعملوه، وملعقه صغيره ديال الملحه. تنعاود مره اخرى بالطراب اليدوي تنخدم دوك المكونات مزيان مع بعضهم حتى غيتساجمو، ونضيف ملعقه كبيره ديال الخل باش كتخلي لينا هذه الفطيره ديالنا كتجينا هشيشه بزاف. كنعاود مره اخرى نخلط كل شيء ونبدا في اضافه الدقيق. فكما كتشوفوا هنا راني ضفت الكاس الاول، والكاس كيكون ممسوح، وضفت كذلك الكاس الثاني. كنعاود مره اخرى دائما بالطراب اليدوي تنخلط مزيان مزيان داك الدقيق حتى غينسجم لي مع باقي المكونات. وغادي نضيف هنايا نصف كاس اخر ديال الدقيق، يعني لحد الان فانا استعملت زوج كؤوس ونصف ديال الدقيق. وغادي نضيف ليه واحد الملعقه صغيره تكون ممسوحه ديال الخميره ديال الحلويات اولا البيكين باودر، حاولوا انكم ما تكثروش منها باش الفطيره ديالكم ما تجيكمش طالعه بزاف ومنفوخه.
وكيف ما شفتوا راني عاودت ضفت واحد الملعقه كبيره ديال الدقيق لانه لقيت الخليط مازال شويه سائل. صافي كنخلط كل شيء حتى كنحصل على هذا القوام هذا اللي كيكون شبيه شويه القوام ديال الكيك. غادي نغطي على الخليط ديالي ونخليه كيرتاح لمده ديال 20 دقيقه لا اكثر. ما تخليوش يرتاح بزاف والا الخليط ديالكم غادي يختمر لكم بزاف. في 20 دقيقه راها كافيه. من بعد ما كيكون داز ديك 20 دقيقه فخديت هنا الطاولة القطر ديالها 30 سنتيمتر، فرشت لها قطعه ديال الورق ديال الفرن ودهنتها بشويه ديال الزيت. كتخلطوا الاول داك الخليط لانه كيكون يعني اختمر، وغادي يبان لكم بانه عقد شويه، يعني فاش كيختمر كيولي الخليط شويه عقد. كتخلطوه الاول، عاد كتكبوا نصف الكميه في هذيك الطاوه وكتسرحوها بلا سباتول، ومن بعد كتوزعوا كميه من الجبن. انا هنا استعملت الجبن ديال الموتزاريلا، تقدروا تعوضوه بالفرماج حمر اولا الجبن ديال الساندويتشات، كتستعملوا اي نوع ديال الجبن بغيتو. وكنجيب ديك الحشوه اللي حضرت معكم من بعد ما كتكون بردات مزيان طبيعه الحال، فهاد الحشوه كتجي بنينه بزاف البنات، تقدروا تستغلوها كذلك حتى في فطائر اخرى، يعني تعمروا بها فطائر اخرى كتجي رائعه. فكنصحكم فعلا انكم تجربوا هاد الحشوه هذه. ومن بعد غادا نجيب ديك الكميه اللي بقات ليا ديال الخليط اولا نصف الكميه اللي بقات ليا، كنخويها هكا من الفوق على ديك الطبقه ديال الحشوه، ونجيب لاسباتول باش كتساعدني انني نوزع هذاك العجين. فغادا نوزعها هكا مزيان بلاسباتول حتى ما تبقاش تبان لكم يعني الحشوه، فما تخافوش واخا هنا كتبان من بعد فاش غادي تطيب لان فيها الخميره ديال الحلوه، فراه كتزيد تنفخ شويه وما كيبقاش ديك الحشوه تبان تماما. صافي وغادي نوزع اخر حاجه طبقه من الجبن ديال الموتزاريلا باش من بعد فاش كطيب كتجينا محمره. وغادي نوزع كذلك واحد شويه ديال الحبوب ديال الخشخاش، فهنا جيت انني نحل القرعه وطحت ليه يعني تخوى ليا منها شويه فوق سطح العمل. تقدروا تعوضوا حبوب الخشخاش باي نوع ديال الحبوب اخرى سواء الزنجلان او السانوج، او لا تكتفيوا غير بديك الطبقه ديال الجبن بلا من اي نوع ديال الحبوب. صافي وغادا ندخل الفطيره ديالي للفران اللي خاصو يكون سخون على درجه حراره 180 درجه. كنشعلوا ليها دائما من الجهه التحتانيه حتى تتبان لكم بانها بدات كتحمر، عاد كتشعلوا ليها الفوق باش داك الجبن كيذوب وكيتحمر مباشره. من بعد ما غادا نخرج الفطيره من الفران كما شفتوا راني كندوز عليها واحد القطعه ديال الزبده باش هكا كتجي طريه بزاف وكتجي كذلك بنينه. كدوزوا عليها ديك القطعه ديال الزبده وكتغطيوها وتخليوها على جنب واحد المده هكا ديال 10 ديال الدقائق باش كيرجع عليها الصاد وكتجيكم رطبه. وكيف العاده ضروري ما خاصني نتقاسم معكم قطعه من الاقتراح ديال اليوم باش نشوفوا الشكل ديال الفطيره كيفاش كتجي. راها كتجي اكثر من رائعه، تناولوها وهي مازال سخونه او لو حتى هي دافيه، ففرا في جميع حالات ديالها كتجي بنينه بزاف. ولا باتت عندكم فكيكفي غير انكم تسخنوها في الميكرو اوند وتناولوها، راها كتجي رائعه بزاف. هانتوما كيفاش كتقطع يعني بحال شي بريوش بسهوله كتقطع معكم، كتجي خفيفه وهشيشه بزاف. اهم حاجه يعني انكم ما تكثروش الخميره ديال الحلوه باش ما تجيكمش الفطيره ديالكم طالعه بزاف وتجي فيها اللبابه كثيره. وكذلك الطاوله استعملوا الحجم ديالها يكون كبير، انا هذه اللي استعملت راه فيها 30 سنتيمتر. وتناولوها بالصحه والراحه، راه كتجي لذيذه بزاف. فكنتمنى اقتراح اليوم ينال اعجابكم. كيف العاده ما تنساوش انكم تشجعوني بلي لايك ديالكم. شكرا لكم بزاف على المشاهده، ونتلاقى بكم مره اخرى على قناه وصفات ام ادم وكريم. مع السلامه.